هاي كيفكن؟ حلقة جديدة اليوم. اليوم معنا أول أنثى ضيفة. مش حيلا شخص شخص أنا بفشلكم خلقكن؟ ما شفتوا شيء. هي بتفشلكم خلقكن وميزة لدرجة بس رح لكم اسمها رح تعرفوا أنتم مين هي. مايا خوري. مايا؟ هاي هاي سربل. بيصيروا يقولوا لي انا فشلهم خلقهم ما بعرف شو انا شو يعني ما بحكي شيء. قلت لهم شوفوا معايا وشوفوا الشباب هوديك اللي فشل خلق. كيفك؟ منيحه. ليه هلا بحبوك؟ مش غيران يعني بس قصدي انه ليه هلا بحبوك؟ هلا المحبه من الله اكيد. عرفت ايش طبيعي بس ليك انا بنبسط اوقات لما بلتقى باشخاص بيقولوا لي بتفشلنا خلقنا. ليه؟ في ناس بيبقى يمكن هي ما بتقدر انه تطلع تحكي صح. عرفت؟ في ناس بتكون عم بتشوف حدا عم بيهاجمها كمان ما بتقدر تطلع تدافع يمكن عندها بوضع المجتمع اللي عايشه فيه بوضع شغله بهالاخبار. فبنبسط لما حدا بيقول لي انه انت عم تفشلي خلقي لانه بمطرح جمهور التيار بالذات اذا بدك انظلم كثير وبفتره خاصه اذا بدنا نحكي من بعد 17 تشرين نحن كنا من الاشخاص يلي معلي وروقوا وصبروا وما تردوا طولوا بالكم بكره بتخلص وهالاخبار. فهيدا الشيء اذا بدك عمل حقن الشباب كلياتها. الناس صارت بدها تفش خلقها عم تنشتم عم تنسب عم تنظلم بس بنفس الوقت هي ما انا قادره تطلع ترد فبتنبسط لما بتلاقي اوقات في ناس عم تطلع تفش أكيد. خلقها يمكن هيدا احلى كلمه يمكن ويقول لك الله يحميكي كمان وانا اي طبعا هيدا هول يمكن اكثر كلمتين حلوين. مين مايا خوري؟ فجاه صرنا مش فجاه يعني عم بحكي اكيد عن حالي صرت شوف فيديوهات حدا نازل تص بالشبيبة كلها اسمها مايا خوري. مين مايا خوري هيك باختصار يعني بس تيعرفوك اكتر؟ لا لك شيء هو منه فجأة. انا اذا بترجع شوي بالتاريخ لورا بتلاقي انه اول حدا اذا بدك على السوشيال ميديا لما ما كان بعد فيها هالقد تفاعل على السوشيال ميديا انا كنت من اوائل الناس اللي اطلع واحكي واعمل فيديوهات. طبعا اذا بتراقب من اول فيديو وهلا بتشوف اكيد في فرق لانه ما كنت بعدني متمرسة بهذا الموضوع. بس انا حدا بحب الحق وانا حدا ما بيخاف بدي اقول شيء بدي اقوله ما بقبل الغلط ولا بقبل الظلم والظلم يلي تعرضنا له من قديم الزمان لليوم خليني مره عن مره انه انا صير بدي احكي وبدي فش خلقي وبدي فش خلق الناس وبدي بين وين الصح وين الغلط. فمايا هي مواطنه عاديه بتحب الحق بتحب لبنان واذا بدك اكثر بتحب الطيار طبعا الطيار والرئيس هون اكيد وانا على راس السطح على راس السطح وباصعب الظروف ولا يوم ولا يوم ساومت على هذا الموضوع. انا على فكره كنت ساكنه بطرابلس يعني انا هلا عشت ببيروت هلا لي سنتين. ف لما نقول طرابلس بتخيل انت بهذيك الفتره يا بالفتره اللي ما كان في حدا عرفت بيسترجي بمطرح يطلع يقول العماد ميشيل عون. انا ما ولا يوم وقفت كانت هيدي البنت الثائره المنتفضه عرفت ما كنت اقدر كمان اذا بدك ما كنت اقدر انه انا يمكن يصير علي شيء يمكن انأذى يمكن هيك فا ايه هيدي انا هي اللي عم تحكي انت دائما هو كان عم بيكون الاساس تنعمل هالفيديوهات. يعني انا نفس الشيء انه بتحس انه في شيء بدي اقوله ما عم بيقولوه. معقول يكون لان في تقصير شوي من اعلامنا من مش اعلامنا اعلام الطيار يعني يا ريتو اعلامنا من اعلام الطيار او حتى اذا بدك من الطيار ككل يعني لك تنكون واضحين يعني اكيد في تقصير بالعالم بس مش لانه التيار تقصير منه عند التيار يمكن لنقول اليوم طبعا المقصود الاو تي في يمكن اليوم بيجوا الناس مش بس او تي في او تي في في صوت المدى في التيار دكتور كلهم يعني هلا صوت المدى بعتقد عم تشتغل شغل كثير حلو بس قديش يمكن في ناس بتسمع راديو صحيح. يعني اليوم الاكثر هو اذا بدك على التي في. طيب اذا عم نحكي او تي في او تي في فعليا يعني انا عن جد مش عم برر انا من الناس اللي بنطقت بمطارح ولكن او تي في ما فيها تمويل يعني اليوم ما فيك تيجي تقول او تي في ام تي في
ام تي في اسم الله فاندريزنج فالاو تي في عن جد ما فيها تمويل اذا بدك عم يشتغلوا من لحم الحي 100% عرفت ويعطينا العافيه الشباب عن جد ونحن بنعرف جوا شو في كيف في اشخاص يمكن عم تشتغل ما عم تاخذ حقها عندهم احسن الموظفين exactly. هيك مره عملت انا فيديو عن الاو تي في ايام الايام مع انه كانت موجهه لعالم معين مش للموظفين طبعا أكيد. فهون الحق ما فينا نقول التيار لانه التيار اخر النهار يعني الاو تي في ما فيك تربطها مباشرة بالتيار يعني مش التيار الاو تي في اوقات يمكن ما بعرف يمكن يكون في سبونسرز يمكن يكون في ناس يعني ما فيني اربطها مباشرة بالتيار لانه منا مرتبطة مركزيا فيه مركزيا مش مرتبطة بس انه تقولي او تي في يعني لا طيار ايه اكيد لا اكيد لما تقول او تي في ما نحن ليش جمهور التيار ما بيطلع على السوشيال ميديا بينتقد الاو تي في بلا اكيد كنت رامي هي الاو تي في كيف اساسا انشئت او تي في هي كانت من هودي للناس من هودي هذا الجمهور العوني هن يلي اجوا ودفعوا وحطوا واشتروا اسهم لحتى صارت الاو تي في صح ولكن اليوم صارت بمطرح اذا بدك غير عن قبل صدقا في ناس ما بتصدق لما تيجي تقول لهم بيقولوا لك ايه طب ما خلي الوزير باسيل انه الوزير باسيل ما بيموت على الاو تي في يعني مش هو المكرر بخبرين ايش طبعا لا بعرفها يعني للاسف لانه صدقا انا بالقبل ما كنت صدق هذا الموضوع احتكيت بكثير مواضيع بتخص هي الخبريه هي الحقيقه مش بس عم بحكي عن الاو تي في عم بحكي عن اعلان الطيار ككل يعني حتى اذا بتلاحظي على السوشيال ميديا اللي هي اذا بدك ملعبنا انه صفحات البيرسونال تبع السوشيال ميديا اقوى من صفحات الرسميه تقريبا يعني او اذا بدك اجريسيف اكثر من الصفحات الرسميه على هيدا ف ما بعرف يمكن مشان هيك نوجدت مايا ونوجد شربل ونوجد كذا شخص يعطيهم العافيه وانا عم جرب هلا يعني طلع عالم يتعرف عليهم اكثر اذا بدك اللي عم بيحضرونا مش انه مش اخذين حقهم بس انه الحق لازم نضوع عليهم وما بعرف يعني طبعا ويعطيهم العافيه هودي الشباب على فكره كله مجهود شخصي مني وجري يعني مين فكل حدا بتشوفه اليوم انت على السوشيال ميديا عم بيطلع ويحكي او يعمل فيديو او يضوي على اي موضوع ليك بتعرف شو الفرق على فكره انه اذا عم تحكي كصفحات رسميه اليوم انت لما بتحكي كتيار رسميا ممكن يكون اخذ موقف بموضوع معين اليوم في فرق بين موقف التيار الرسمي وبين يمكن شخص هو ناشط ما عنده اي مسؤوليه بالتيار في يتعارض مع راي التيار ويقول انه انا ما بوافقه بهذا الموضوع ويطلع يحكي باريحيه اكثر اذا بدك عرفت يعني مثلا انا اذا بتشوف الفيديوهات تبعيتي في كثير اشياء في كثير مطارح يمكن اذا بتقارنها مع قرارات التيار الرسمي بتلاقيها هي منا ما بتشبه عرفت أي. هلا شفت يمكن لو انا بس ماشي يمكن مع اذا بدك مع القرارات الشعبيه طبعا لانه انا يمكن شوي بمطارح اليوم التيار رسميا بده في عنده اعتبارات صحيح يعني ولكن انا ما عندي ولا اي التزام حزبي عم نحكي غير طبعا انا منتسبه بقدر اكون اذا بدك يعني عم بحكي باريحيه اكثر اذا ريحتي اكثر هذا شيء طبيعي فاي بتلاقي دائما قديه حربتي كثير من الاقربين ومن الابعدين من الكل للاسف ايه يعني بدل ما تاخذ دعم بتلاقي عالم اذا بدك عم يشدوك لورا بدل ما يكونوا عم بيدفشوك لقدام تعرف هيدي شرب الدرجة يعني بكل المحلات مش بس يعني اليوم انت لنقول اذا موظف بشركه اذا انت كنت موظف نشيط وبتعمل كل شيء لتوصل هالشركه تبعيتك لانه تصير هي مثلا يجي حدا يطلع ظهرك حيكون في موظف معك بهيدي الشركه يمكن هو يكون مديرك انتبه يمكن هو يكون بوسه اعلى من بوستك بيلاقي شربل هيدا الشاب النشيط اللي بيشتغل كذا وشربل عم بيطلع بيقوم بيجي المدير بدل ما هو يطلع لعندك بيصير بده يقشطك نزول هيدي بتصير بس وين اذا بدك القصة انه لما انت بتقول انه انا بدي كفي مش رح اوقف عند هودي القصص بيصير في غيره بكل المحلات بيصير في مطار ناس ما بتتمنى لك الخير مع العلم لقلك شي اليوم انا اي شيء عم بعمله لمايا يعني لا صحيح يعني انا لو كل حدا بيعترف اليوم عفوا عم بحكيها هيك لو كل حدا بيعترف انه اليوم انا لولا شخص اسمه العماد ميشيل عون ولولا هيدا التيار انا ماشي صح. ولو كل حدا بيفكر بهيدي الطريقه
عن جد بيكون كثير مرتاح، لانه انت اليوم اي شيء عم انا اي شيء عم بعمله لاني مؤمنه بهيدي القضيه، لاني مؤمنه بشخص اسمه العماد ميشيل هون، لاني مؤمنه بهذا الخط، ولاني بعرف وعم شوف قديش هو مظلوم وهيدا التيار مظلوم، انا عم بعمل شيء انا بحبه ما حدا طالبه مني، عرفت؟ فا ايه لو كل حدا بفكر هيك بتوصل. وحتى هيك اذا عم نحكي بهيدا الشق، بالشق الثاني خارجيا تحاربت اكيد من اولاد منطقتي من قريبيني، اذا بدك تهددت كثير كثير كثير، تهديد مباشر مثلا على السوشيال ميديا؟ لا تهديد مباشر وغير مباشر ومسجات وتوزع رقمي بفتره الثوره، وكتب علي يعني عباره اذا بدك، وخاصه انا بنت طرابلس. وعلى فكرة بهيدي الفترة بالذات أنا كنت أخذ بريك إذا بدك، كان عندي إكزام. كنت زعلانة من الطيار؟ لا لا، كان عندي إكزام بالجامعة، وكنت صدقا مش مضوية تلفزيون ولا بعرف شو صاير بالبلد. فحدا يمكن من الشباب حكي شيء على السوشيال ميديا، انزعجوا أهل طرابلس وأنا من طرابلس، فكيف بدي فشوا خلقهم؟ فيك فشوا خلقهم فيني. فالمعيب اللي صار بوقتها إنه توزعت صورتي وانكتب علي عبارة ما بتمثلني ابدا، انه انا بكره طرابلس واهل السنه. وللاسف انه في ناس نجرت، طب انتم شفتوا انا خاصه انه انت بنت يعني إيه؟ بصيروا يزيدوا وبصيروا الاخبار يعني بلبنان بتعرفوا إيه؟ انه هي المشكله بعدين انه ما انا 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 عشت بطرابلس. انا لليوم انا هلا لي بس سنتين قاعده براتها ورجعت لها ان شاء الله، انا اليوم ما باخذ نفس الا بس ارجع طرابلس، هي منطقتي انا ربيت فيها، هي بيئتي، هذا مجتمعي. بعدين انا عشت، انا دائما بضرب المثل بطرابلس انه انتم قديش بتطلعوا بتهاجموا طرابلس، دائما بقول عم بحكي كالاعلام اللي بشوفه من جوا مش بشوفه من برا. طبعا طرابلس قمه التعايش، لما كل لبنان كان يحكي بالتعايش المزيف اللي طبق التعايش الاسلامي المسيحي فعليا على الارض هني اهل طرابلس، لما بحياته صار ضربة كف لبين مسيحي ومسلم ولا شيء، وعشنا سوا ومنعيد سوا، والباب ما بنعرف مين مسلم مين مسيحي. فبتجي بيطلع حدا بيقول لك انه انت هيك عم بيحرض طائفي عليك، هذا الشيء معيب جدا. في ناس عقلها خفيف صدقت، بس مع العلم كمان ما ضيع حق الناس، لا في عالم كثير ما كانت بتعرفني من طرابلس بعثوا لي مسجات، يعني شو بدي اقول لك، كبروا لي قلبي والله. انه نحن وهي فعلا معروفين اهل طرابلس بالشيم والاخلاق اللي عندهم اياها، انه نحن ما تعودنا نتمرجل عمارة، نختلف معك بالسياسه، ارائنا غير ارائك اوكي، بس انت بنت منطقتنا واللي بيقرب عليك نحن لازم ندافع عنك. هودي اولاد طرابلس الفعليين. فايه هذيك الفتره كانت صعبه كثير، كانت كثير صعبه. قديشهم رخاص يعني ليك لاي مستوى يعني انت وحتى شو اسمها البنت اللي وقتها مبسوطه كمان عمموا لها رقم تليفون؟ قديش يعني قديش ما بعرف، ما بدي اقول واطيين قلتها هلا بس ما بدي اقول بس واطيين. اذا بتشوف المساجات اللي كانت توصل شربل كانوا يعني كان في شيء ثقيل على السمع وثقيل على النظر. انا صاروا لدرجه صاروا يستعملوا صور بنتي يبعثوا لي اياهم، يعني في هودي القصص ما بعرف ليك وين وصلنا. انه اليوم لتشوف الفرق بين مدرسة العماد عون وبين باقي إذا بدك الأخصام بالبلد، نحن تعلمنا بمدرسة العماد عون إنه ما عندنا أعداء داخل البلد. أنا بلبنان ما عندي عدو، أنا عدو إسرائيل، أنا عندي خصم. يعني اليوم مش القوات خصمي، اشتراكي خصمي، المستقبل هو خصمي، ولكن هن ولاد بلدي. أنا إذا بالعكس إذا صار عليهم شيء لازم أوقف حدهم. اليوم شو عم نشوف؟ عم نشوف حقد وكره، عم نشوف تحريض عليك لمجرد انه انت عوني. اليوم ابسط الامور في شيء على صحيح عن جاي لحود، عن جاي لحود مثلا، انه لهون وصلنا انه هيدا ابن بلدي اذا هو من الاساس بيشتغل ببلد برا بروح بشكي فسد عليه، انه هيدا اليوم جاي اذا صار عليه اي شيء صح. ايه برقبه مين هذا الموضوع؟ ليك لوين وصلنا. انا ضد، حتى شفت اليوم اذا في شخص ضدي بالسياسه وبيطلع حدا من عنا من طرفنا اذا بدك بده يتصرف بنفس الطريقة، أنا ضد 100%. هيدي مش أخلاق، لا من أخلاقنا إنه نحن نجي ناخذ نوزع رقم حدا لنبهدله، ولا من أخلاقنا نروح نحن نفسد عليه لنسبب له، يمكن لا سمح الله هيدا يجي حدا عقليته صغار صح ويعمل له قصة. ليك أنا بقصة طرابلس، أنت برأيك ما كانت كتير هينة؟ كتير أبسط الأمور انه انا اكون مرقه بطرابلس يجي حدا هيك يطقني ضرب ويمشي يضربك مثلا؟ ما انت ما نروح كثير لبعيد يضربك. بتصير ما شفنا امبارح ميت شاب بطرابلس، امبارح قتلينه بنص الطريق. بتصير. طيب
ليه هالكره يلي صار؟ ليه هالحقد؟ مين العونه؟ يعني اليوم بيجوا بيقولوا لك انه انت اللي عندك عونه؟ ايه مين العوني؟ انا برفع راسي اني عوني. مين هو العوني؟ العوني هو هيدا الانسان يلي من وقت 13 تشرين رغم انها كانت ذكرى قاتله كانت بتقتل كل امل، بقي هيدا الانسان مآمن انه بده يجي يوم مآمن وعم بيحارب لحريه وسياده لبنان. العوني مين؟ العوني يلي بهديك الايام كان عم بيشوف كل اللي حواليه عم بيستفيدوا من مغانم الدوله وعم بيستقوا بالمحتل وبغيره وبغيراته، بقي هو لوحده حامل اخر خرطوشه حاططها تحت مخديته ومآمن انه رح يجي يوم وهيدي الخرطوشه رح يستعملها لاستقلال لبنان ولسياده لبنان. نحن ولا يوم جينا حملنا سلاح على ابن بلدنا، مين العوني بتيجي بتقول لي عوني؟ هيدا العوني، العوني اللي بهديك الايام لما اجى كان في نظام امني عم بيقول لك انت عميل، ولما كان في اعلام بامه وابوه عم بيطلع يقول لك انه القائد تبعك بيع القضيه وهرب بالبيجاما، ايه انت بقيت مآمن انه لا انت القائد تبعك هو اشرف زلمه مرق بتاريخ لبنان، والقائد هيدا ما بيهرب، هو اشرف عسكري مرق بتاريخ لبنان. هيدا العوني، العوني يلي كان يكتب عون راجع قد ما كان ايمانه كبير، ولا يوم اجى كتب العوني عون يمكن يرجع ويمكن ما يرجع. اللي كان يتظاهر كرمال حريه وسياده استقلال، مش كرمال يظهر حدا من الحبس، اللي كان ينزل ياكل قتله، اللي كان ينحبس كرمال كلمه الحق. مين العوني؟ بيفكروا العوني مستفيد انه ماديا او هي؟ يا عمي العوني وحيات الله الواحد لما بيحكي العوني كان اذا يروح يتوقف لحد اليوم، اذا بيروح اذا بيطلع كان العوني على المخفر مشكل صغير، عوني وودجي بيطلعوا على المخفر، الودجي بيجي فيه 100 تليفون او وات ايفر، مش عم بحكي بس وودجي، العوني يقعد ينشحر ويكون هو الحق عليه الحق معه، يبقى قاعد هيك ما في حدا يعمل فيه تليفون. العوني اللي ما مشي ورا ميشيل عون لانه جاب له رخصه سلاح ولا عطاه مصاري ولا طلعه من الحبس ولا امن له وظيفه، اذا وظيفه عم نحكي انه والله شخص ما عنده كفاءه منه متعلم كذا، هيدا هو العوني بيجي بيقولوا لك انت عوني؟ انت مذمه صارت؟ صحيح، هيدا الشيء اللي بيقهرك. ما يخبروني خبريه انه سيارتك بالدوريه تحمل حالها بتدوق تنزل على المعلوماتيه لحالها، يعني خبرونا حسبك مثلك صار بالمعلوماتيه بيطلبوا وراكي. معقوله بعهد ميشيل عون اللي تهمينه انه بس اللي بيحكي عنه بروح على المعلوماتيه وبروح على المحاكم؟ هيدا ما يا خوري عم بحققوا معه بالمعلوماتيه؟ مش بس انا، كل على فكره اذا في حدا عم ينزل على المعلوماتيه هن شباب التيار الوطني الحر. مين عم يرفع عليكم شكوى؟ مين عم بيتشكى عليكم؟ هلا انا كل مين اكثر واحد عينه ضايقه من الاخر؟ سمير جعجع عينه ضايقه. سمير يا خيي مش موضوع سمير جعجع، زلمه ما بيحب تقول له انت قاتل، ما بيحب تذكره بماضيه. لحظه انا ما خصني كل شيء بتحكيه مايا بالحلقه، ما اني مضطر انزل على المعلوماتيه. لا كملي، بدي احطه باول حلقه، بدي اكتب هدول بحطوهم ان البرنامج غير مسؤول عن شو اسمه شو بيحكي الضيف. يلا كملي. لا ما تركتوني. شلنا ايش قلت ايه ليك؟ هلا انا شخصيا كذا حدا مش بس سمير جعجع، يعني الكل، ولكن اذا بدك تحكي بشكل عام اكثر شيء هو سمير جعجع اللي عم يتشكى على الشباب، لانه سمير جعجع زلمه ما بيحب تقول عنه قاتل، مع العلم انه انت بتجي بتذكر خبريه صارت بناء على حكم قضائي، يعني انا مش عم بجي افتري عليه. لو هيدا العهد عهد القمع مثل ما عم بيقولوا، لكن شفنا كل هيدي البوطه اللي عم تطلع، الصغير والكبير يطلعوا يسبوا الرئيس، ومش بس عم بيسبوا، عم بيحكوا يعني تمسخر وكلام لا يليق، يعني لا فيون ولا في. كنا شفنا مثل العهود السابقه، كنا شفنا سيارات الحرس الجمهوري عم تنزل الضبط بالعالم بصندوق السياره وتقشن. انا ما بلاغي بيقول لك عهد القمع، سمي لي حدا توقف لانه سب الرئيس. الرئيس هون بتعرف شو نحن شو مشكلتنا معه؟ هلا في شباب بعتقد راحوا على المحكمه او شيء، عملوا قصه يعني نونو ببدايه الامر لك، يعني مش كاتبين كلمه، مش منتقدين، يعني سابين اذا بدك نعم ومكاترين، ولو بدهم يتحاسبوا مزبوط عليا لكانوا بعدهم لليوم بالحبس، ما كان حدا طلع. اول شيء من بدايه في بالدستور، هي يعني بالقانون النيابه العامه هي لوحدها بتتحرك لما بيصير في تحقير لموقع رئاسه الجمهوريه. أوكي. مش رئيس الجمهوريه ولا القصر الجمهوري بيطلعوا بتشكوا على حدا، هي النيابه العامه لوحدها بتتحرك. علما انه فخامه الرئيس من اول عهده اعطى امر بعدم توقيف اي شخص بيتعرض له.
هيدي المشكله. انا اليوم بتعرف شو مشكلتي مع الرئيس عون؟ هاي الاوادميه اللي عنده، هيدي الاوادميه وهيدا التفكير انه بعده لليوم ما بتمشي هون بلبنان ابدا. اليوم لليوم الرئيس عون عم يتعامل انه هو عن جد بي الكل، وانه هيدا التسامح، عرفت؟ هذا تسامح ما بقى يمشي الحال، لانه وصلنا لمطرح ما بقى تقص الديمقراطيه شربل، صار في قله اخلاق، صار في عرفت انه انت عم تتعرض ل ل لكرامه الرئيس، لكرامه عائلته، لشرفه، لكرامه شخص مين ما يكون، مين ما يكون. صح اكزاكتلي. انت اليوم حريتك بتوقف عند حدود كرامتي، فيك تحكي اللي بدك اياه بس ما تتعرض لي. هيدي المشكله. بس للاسف لاقول لك شيء، بركي بتمرجوا لانه الرئيس ما عنده، بدي اقول لك اللي ما عنده شو اسمه شبيحه اكزاكتلي، ما عنده زعران لنقولها هيك بالعربي المشبره. هيدا يلي خليهم يتطاولوا على فخامه الرئيس، انه الرئيس ما عنده زعران ينزلوا يدعسوا كل مين بيشتموا، لانه شفنا عند باقي الاطراف ان كان عند الرئيس بري ولا كان عند غيره، لما بيطلع حدا بيشتمون شو بيصير على الارض. شفنا ليك حتى التلفزيونات لما بيطلع تلفزيون بيحكي عن رئيس نبيه بري، شفنا الناس اللي بتنزل وبتكسر وبتشيل وبتحط ليل نهار ليل نهار، في تحقير وفي قلة أخلاق وفي شتائم لفخامة رئيس الجمهورية. ما زال عم نحكي عن عهد القمع. شفت لي تلفزيون تكسر؟ شفت لي تلفزيون توقف؟ شفنا بال هو هيك ومش مهديين 100%. هيدي المشكله، انه بمطرح بيستوطوا حياتك لانه انت ادمي. انا تجي لالي انا ضد بقى انه الرئيس يكون ادمي، لانه الرئيس منه بي الكل. هي لنكون واضحين، الرئيس هو بي الاوادم بس، ولا ممكن الرئيس عون يكون بي لهودي الناس اللي بيطلعوا بيحكوا بهي قله الاخلاق وبهي قله التربيه اللي بيتعاطوا فيها. بالمعلوماتية شو كان يعني شو كان أسئلتهم لعليك؟ شو كنت تعديهم؟ كيف كانوا؟ شو كان يصير تحت؟ لا تعرف يعني لأنه بكرة بدي يجي دور شنار بس أكون بالشغل إليك. على فكرة بشكل عام هلا بس حدا من الشباب ينطلب على المعلومات هي بدقولي، ما هيك إنه هلا سمعي رقمي بدي قالي ليك شو بدي أعمل؟ إنه خبرة يعني مايا ليك تحت شو بيصير شو نعمل؟ مي في زباط تعرفيهم نحكي معهم يكون عندها ليك بشكل عام حسب الموضوع. بس إنه إجمالا إنه بتنزل مثلا إذا شيء أنت كاتب شيء لنقول بيطلبوا انه ليش انت كتبت هيك وهي الاخبار، وبيطلبوا منك تمحي التويت او الشيء اللي انت كاتبه، وبتمضي تعهد. هيدي تعهد شو؟ تعهد انه انت ما بقى تتعرض لهذا الشخص، مع العلم انه انت بتكون ليك ما انت صرت نازل كم مره صرت نازل من ورا الشخص ذاته. صح. مش بس هلا حقول لك على موضوع على نزل لانه نزلتي لما تشكى علي سمير جعجع هيدي مختلفه كليا. وراح اقول لك هلا شو اللي صار. بس بشكل عام هيك يعني، والمفارقه انه انت بتكون كاتب شيء صح، يعني هذا اللي بيقهرك. انه انا اليوم بكون مثلا في حدا طالع عم بيكذب بتطلع انت بتثبت له بتجيب له المستند انه انت عم بتكذب، هذا المستند الحقيقي. ايه بتقوم انت بتنطلب على التحقيق، وانت بتنجبر انك تشيل الحقيقه اللي انت عم تحكيها، وبيبقى الكذاب عم يكذب. هذا الشيء اللي هذا لما يكون البلد قضاءه صح مش سليم. طبعا اول كلمه لما تكون ببلد للاسف بدي اقولها يلي موجودين جوا بالإدارات الرسمية وبالأجهزة الأمنية وغيرهم، هن زيتهم يلي كانوا ميليشيات شلحوا بدلة الميليشيات ولبسوا بدلة إذا بدك الطقم والجرافات وقعدوا ورا هودي المكاتب. أنا لما تشك علي سمير جعجع على قلك شو، أنا كل سنة بذكرى الرئيس رشيد كرامي، أنا بنت طرابلس رشيد كرامي، فانا كل سنه بذكرى الرئيس رشيد كرامه بنزل بذكرى اغتياله بنزل صورته وبكتب شيء عليها. كتبت وبشر سمير جعجع بالقتل لو بعد حين، تم الادعاء علي بالتهديد بالقتل. والاحلى من هيك شربي لانه انا لما نزلت انا ما دقوا لي قالوا لي في عليك دعوة تفضلي لعنا، عرفت؟ لا انا دقوا لي بهيدي انت سيارتك صارت تاخذك ايه بس بهيدي بالذات بدقوا لي بيقولوا لي لشيء ثاني، يعني كنت انا متشكية على حدا وعلى اساس انزل اعطي ايفاتي، فانا قلت انه انا نازل اعطي ايفاتي منا هالقصة الكبيرة مش حرزاني دق لمحامي او احكي حدا، فنزلت ما حدا بيعرف ان انا هونيك. انا بمجرد فتت من الطريقة اللي اخذوا مني التليفون فيها وكيف قعدوني بمكتب بحدود الساعة ساعة وشوي لوحدي،
ما بعرف شو في، انا حسيت انه في شيء وبلشت اذا بدك الاشياء تقطع براسي انه في شيء عم في ملف عم اي يتركب. بوست اي بوست شو لا عامل لا لي ما انا؟ خطر لي بوست، لانه الاسلوب اذا بتشوفه مش اسلوب، انا كنت عم تذكر اي كنيسه مفجره، اي رئيس قاتله، اي رئيس حكومه، عرفت هالقد مين كاتب بالبحر؟ مين من الضباط مع دمته على الحيطان، كم رينجر مشلح على البربار، هول الاخبار يعني. بس عم نقول انه اشياء معقول تصير. ايه طبعا. فبعدين ليك شو انه بهالموضوع بيحطوني عند محقق علني علني وهي مخالفه للقانون، بيقول لي انا من دير الاحمر وبحب الدكتور سمير جعجع. هي ما بعرف اذا بتصير باي بلد بالعالم، هلا هيدا رايه وبيقدر يحب اللي بده اياه طبعا، بس انت ليش بيقول لك؟ بس انت محقق، ما هو ما هي عم فرجيك انه انه هيدي زادت الضغط ملف هالقد، اذا بقول لك الورق يشيل ورق، انا قلت شو عامله يعني كل هول. فلما بيسالني عن هالموضوع قلت له انا عم بهدد سمير جعجع بالقتل، قال ايه، قلت له انا كثير قويه معناتها، بشو مهددته؟ فبيفرجيني هيدا البوست، قلت له بس هيدا حديث عند اخواننا المسلمين بيقول وبشر القاتل بالقتل والزاني بالفقر لو بعد حين. هيدا مش تهديد، هيدا معناته انه ربنا بيقول انه اللي بيقتل بيموت قتل، يعني مثل ما انت بتعمل هيك بهذا المعنى. فتوقفت وصار في كتير مخالفات للقانون، اولا انه ما خلوني اتصل بحدا، لا بمحامي لا باهلي لا بولادي، يعني صرت اقول له انا تاركه اولادي صغار بالبيت انه ماشي، غير الكلام اللا اخلاقي اللي انحكى قدامي، غير التصرفات اللي ما ممكن كتير اخبار تقطع عنا. وكان بدهم يبقوني لتاني يوم، صار كتير اشياء، لبالاخر مش الحال اني انا اظهر ب يعني ظهروني شي 8 بالليل، يعني من الصبح لعشية مع وعد انه ما بقى مضيق بوعد ما في مضيق انه يعني، بس انا مضيت على شيء ما بعرف شيء 100 ورقه ما بعرف شو هني صراحه مثل بنوكي يعني ايه ورقه يلا مضيق صرت بالاخر ما بعرف شو، بس انه بدي اخلص وفل، لانه صدقا انا بوقتها على الاشياء اللي شفتها قلت مش غريب عنهم انه يكون في عن جد شيء كبير عم يتركب لي، ملف كبير، يمكن يتهموني بشيء، يعني ما بتعرف هودي كيف بيتصرفوا هودي الميليشيات. هذا كله هيدا بعهد ميشيل عون، بعهد ميشيل عون اللي انت عم تدافع عنه، عرفت؟ هيدا مش بعهد حد، بعهد ميشيل عون. هلا يعني يسترك بكره اذا ما اجى جبران ليك حتى على فكره لو لاقول لك شيء ما بعرف اذا بتعرفه ومفروض الكل بيعرفه، انه حتى لو كان ليش فكرك يعني نحن لو كان انه عهد ميشيل عون او عهد جبران باسيل، يعني انه اذا انت عامل شيء غلط يعني بيحطوا ايدهم فيك؟ لا بعرف، لا بس قصدي انه ما في انه بتلامي بعهد انت عم تدافع عنه، متهم العهد انه هو اللي عم بيلقط العانة وبتضرب الحرية. عم بقول لك فرجيني مين انا ما شفت حدا صار معه اللي صار معي من هوديك اللي بيقولوا لك، بتعرف لو عهد القمع، ايه لو عهد القمع كنت لقيت اول وحده دي مصادق بوزاره الدفاع يمكن تحت ما بعرف اي طابق، جد في قله اخلاق عم بتصير على الاعلام. عهد القمع ايام الرئيس امين جميل الممثل انطوان كرباج طلع بالمسرحيه كان عم بيقول ونجينا من الشرير امين بدل امين، حطوه بصندوق السياره. الممثل الياس سركيس شرحه لانه قال شيء ما عجبهم حطوه بصندوق السياره المخابرات واخذوه. عن بعهد الرئيس امين لحوت الحرس الجمهوري كان خرايه جايه، كل مين بيحكي على العهد ولا على الرئيس؟ ما صارت هيدي الامور بعهد الرئيس، عم تنيجي نقول عهد القمع ما صارت، كانوا عم يسبوه بالثوره اللي عملوها ب 17 تشرين، كانوا عم يسبوه بابشع العبارات. شو طلع الرئيس عم قال لهم؟ طالع عندي، قال لهم طلع لعندي شكله وفد وطالع عندي بحبكم كلكم يعني كلكم. هيدا الشعب للاسف بعض هيدا الشعب ما بيلبق له يكون عنده رئيس ادمي، ما بيلبق له. انا اوقات بقول عن جد لا لازم يكون في عنا ديكتاتوريه، لانه الديمقراطيه ما بتلبق لنا، نستعملها بالمطرح للاسف. معك حق. بدي اسالك نفوت شوي بالوضع اللي وصلنا له هلا، بعرف منك يمكن محلل اقتصاديه او هيدا، بس انه وصلنا هلا ما في مصاري بقى بالبلد، سرقوا ميشيل عون كلهم باربع سنين طير 100 مليار، ليش وصلنا لهون يا مايا؟ ميشيل عون الله يسامحه، شو اشترى فيهم طيب؟ الله يسامحه. ليك ميشيل عون من منفى، من هو بالمنفى
سرقنا وتاجر بلقمتنا وتاجر صحيح. بصحتنا وبالمدارس، وهو اللي اجى بنى قتلك الادارات الرسميه تبعت الدوله وبنى لك مقابلهم شركات خاصه ليوصلك لوقت، فتح صناديق، هو اللي فتح صناديق، هو اللي حول لك اقتصادك من منتج لريعي. صحيح. للاسف بهذا البلد انه يلي اجى قال لك روح بيع الارض تبعتك، شو بدك بالزراعه، تعال حط مصرياتك بالبنك وخد عليهم فوائد، يلي شرع لك الفوائد واللي شرع لك الاستدانه بالدولار ويلي سرقك ويلي جاب لك دين مال الدنيا على اسمك، لانه كان متوقع انه بيوم من الايام بيصير فيه سلام مع اسرائيل وبينشال هذا الدين، ويلي قتل لك وزاراتك والادارات الرسميه وراح فتح مقابلهم شركات خاصه، ويلي كان جاي يعمل لبنان مملكه لاله، ويلي 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 هيدا بنقدسه اليوم، وهيدا صار رمز بهذا البلد، وبنطلع منهاجم شخص اسمه ميشيل عون اجى استلم بلد مهري، بلد فارط، بلد صار له العماد عون من هيديك الايام، صار له من الألفين، اقل من الألفين، بيقول انه الليره بدها تنهار لانه انت كنت عايش اقتصاد وهمي، صار له من هيديك الايام بيحذر من اللي نحن هلا بدنا نوصل له، وبيقول انه انت رح توصل لوقت المودعين هن يتحملوا يلي عم بيصير، حذر من كل هول الامور، ما حدا بيسمع، صمم بكمم بهذا البلد، فاللي عمل فيك هيك اليوم نحن بنعمل له ذكرى سنويه ومنقدسهم ومشتركين مرفق عام مش سمينه على اسمه اللي بيقهر وحطوا صورته يعني ايه؟ يعني بفهم انا مثلا في ما بعرف مستشفى على اسم حدا، بس ليه بدك تحط صورته للحدا؟ هيدي مش بتبين انه بس اسمه، مع انه غريبه هالظاهره يعني، هي مستشفى حكومه، ليش ملعب حاطين صورته كمان على ملعب مدينه رياضيه، ما بعرف ليه يعني، يمكن كان ناوي هو من زمان اصلا يغير اسم، هذا حلمه، ايه كان حلمه وما مش الحال، بس طبعا يعملوا بالمطار مملكه اذا بدك، ايه مملكه شركه خاصه، هو كان مستشفى الحريري صورته مقاول، ايه اكبر مقاول كمان، مش لحاله، ما بدنا نفوت بالقصه، مش لا لحاله بالبداية، في معه طبعا اليمين واليسار تبعوله، يعني بتبلش من هونيك، بتبلش من هونيك بترجع بتجي ليش، بس هو الرئيس رفيق الحريري، رئيس رفيق الحريري، وكان عندك شريكه نبيه بري والياس الهراوي، ما بعرف اذا فينا نحط الياس الهراوي، لان الياس الهراوي كان يعني اذا بدك هيك منظر، يعني بياخد الشنطه وبمضي وسلم البلد، هيدي المشكله، هيدي المشكله، انه نحن ما بقى نحكي بهودي، كان في شريك فوق عرفت على العالم، وطبعا وعندك وليد جنبلاط، هودي هن يلي تقاسموا هيدا البلد، خربوا البلد، اتدينوا دخلك هيدا الدين كله اللي تدينوا، سميني شي عملوا، عمين صرفوه؟ عمروا بيروت سوليدير، ايه وعمر وعلم، عمر السوليدير وقت شت الدنيا بصير بحيرة، طبعا عمر السوليدير، ولكن على تخوم السوليدير ما في شيء معمول، سطينة ما في شيء معمول، عرفت؟ هيدا اللي عملوه عمر سوليدير، من وين عمر سوليدير؟ ما سرق ولاد بيروت اكزاكتلي، ليش شو هن من جايبته لهم، اكلوا مال العالم، ليش اسرق قرايتي مشو؟ لقالهم بعده الزلمه هيك مره عم يبكي، ما بعرف اذا بعده عايش، الله يطول عمره، يعني ما بعرف، في عندنا وقت شي 3 4 ايام بالحلقه لحتى نحكي لنحكي شغل، فالفكره شربي انه لما انا بدي اجي احكي اليوم على الوضع اللي انا فيه، بدي اجي اطلع مين سبب بهذا الوضع، من المعيب جدا انه اجي حمل هذا الوضع لشخص استلم بلد مهري، استلم بلد ما عنده صلاحيات، اليوم شو عنده صلاحيات رئيس الجمهورية؟ مشكلة هذا الشعب عايش جو المملكة ومتأثر فيها، انه نزل الدولار وينه ميشيل عون، طلع الدولار وينه ميشيل عون، صار شو طافت الطرقة وينه ميشيل عون، ليش قتل حاله؟ عرفت؟ ليش قتل حاله تصار رئيس؟ مش قتل حاله، مش قتل حاله، لا بس عمل جهده، ما بدنا نقول انه لا اجته على طبق من فضة، يعني عمل جهده ليكون رئيس عارف كل هالاشياء، لانه ليك الرئيس عون لو كان بده هو بس بيهمه يعمل رئيس جمهوري، عرضت عليه على طبق مش من فضه، على طبق من الماس بال 88 89، كان بيقدر من هذيك الايام لو هو بس هدفه يعمل رئيس جمهوري، هو كان يقول انا ما بتهمني رئاسه الجمهوري، بتهمني كرسي الجمهوري، بتهمني الجمهوريه، الجنرال عون لانه اولا هو شعبيا هو كان الممثل وبعده الممثل الاول بالشارع المسيحي، وحقه انه هو يكون يتمثل هذا الشارع، حقه يتمثل برئاسه الجمهوريه، مثل ما الشارع الشيعي بيلاقي انه رئيس نبيه بري هو الاقوى بطائفته، مثل ما عند الطائفه السنيه بيلاقوا انه رئيس الحريري هو لا، فكان هذا حقه للرئيس هون يعمل رئيس. شغله تانية بوقتها كان مفتكر انه على اساس وهيك صارت هاللي هن بسموها تسوية، انا ما بشوفها تسوية، انما اجوا على اساس انه خيي نحن بدنا نبني بلد وبدنا نعمل وكذا.
اتفقوا واجا رئيس عون هو رئيس جمهورية الاقوى بطائفته. شو اللي صار؟ اللي صار من بعدها انه هيدي العقلية اللي عند البعض، عقلية المحاصصة، افتكروا انه هيدا اللي هلا وصل على على قصر بعبدش، ميشيل سليمان، الياس الهراوي، عرفت انه منجيب له الشنطه ويلا ومنمضي وكذا. ما كانوا بعد عارفين مين هذا الشخص اذا بدك، او عارفينه عارفين بس يعني النظر. فلما بلشوا بدهم يفوتوا بقصص المحاصصه وطعميني لطعميك وهول الاخبار، بلشت هيدي المشاكل. وطلع انت اليوم مين ضد الرئيس عون؟ من زيتهم كانوا ضد قابل اصلا مين؟ بيقولوا لي هلا اولادهم هن زيتهم، يعني هن هودي الفاسدين اللي حكموك من 30 سنه، هن اليوم اللي عم بيقاتلوا العماد مش عون. انا هيدا بعتبره شرف للاسف، وفي عالم بتصدق يعني. على فكره انا بعتبره شرف، هيدا انا بفتخر. انا اليوم لما بيجوا بيقولوا لي انه الرئيس عون كذا، بقول لهم بسالهم يا خيي طب ليك هي صارت من كم يوم، قلت له دخلك رئيس بري فاسد؟ قال لي ايه. احد الاشخاص قلت له جنبلاط فاسد؟ قال لي. قلت له بالحريري فاسد؟ ايه. طب انت برايك، انا حشبه لك يا خيي، عندك بالحي في 20 ازعر بالحي وانت بتعرفهم زعران ومتزعرنين عليك، واجا حدا جار جديد قاعد بهذا الحي، فجاه انت لقيت هودي الزعران عم بتزعرنوا عليه، انت شو بتقول؟ بتقول انه هيدا ازعر مثلهم حتى هني عم تزعرنوا عليه، ولا لانه هيدا ادم وجاي بده يوقف لهم زعرنتهم عم بيتزعرنوا عليه؟ ما بالمنطق. اليوم تطلع مين عم بيقاتل الرئيس عون، مين ضده اليوم؟ في عنا يعني الله يسامحه كمان، اجى بيغبوا كمان بيقول لهم بدي اعمل تدقيق جنائي، جماعه صار لهم 30 سنه يا زلمه نخلي مش رح يمشي التدقيق. كل ما بدك كل ما يدق كل ما يهزل له العصب بيطلع الدولار لحوه. شايفين اليوم ايه شو عمل له من يومين؟ ليك وين صار الدولار؟ ايه طبعا لاقول لك شيء، هيدي كل ما بينزلك رياض سلامه بيوصل الدولار، وبعد ان شاء الله هلا من هون للانتخابات بيكون بيتنا بالقلعه اذا بنوصل الدولار كذا يوصل لل 100,000 اذا هيك. طبعا لانه كل ما بينزلكم مين مش مين عم بيلعب بالدولار؟ انا وهني معروفين. اكيد معروفين. مين اللي عم بيتحكم بهيدي شو بيقولوا له؟ المنصات والابلكيشنز. مش حاكم مصرف لبنان، حاكم بامر الله. هذا هو رياض سلامه. بيحكوك عن التكتل، مثلا مين اكبر تكتل نيابي؟ اكبر تكتل نيابي عنده اياه حاكم مصرف لبنان رياض سلامه. تكتل لبناني اذا بدك، مش بس نيابي، حتى نيابي. روح شوف كيف عم بقلب المجلس. مسؤولين روحيين طبعا، مصارف، سياسيين، شو ما بدك، فنانين، اعلاميين، كله وعلميات. ما حدا عم بيجيب سيرة رياض سلامة. هلا رياض سلامة هو الآدمة وكلهم أوادم المشكلة بس جبران باسيل أصلا بس جبران باسيل هو جبران باسيل الوحيد اللي إجا هيك فجأة وعمل لهم هيدي الأزمة لمنظومة الفساد يلي إلها 30 سنة تسرقك وأكلت لك حقك. وحتى اذا بدك بالشارع المسيحي، يعني بالشارع المسيحي كان قلنا من هذيك الايام ليش دخلك مين كان بالشارع المسيحي هو يختار وزراء ونواب وكذا؟ ما كانت هيدي البوطه انا بسميها مقسمه الجبنه، هن بينقوا كل واحد بياخذ له كم وزير اكزاكتلي. مين هن كانوا يجوا يجيبوا لك النواب تبعيتك والوزراء تبعولك ورئيسك وكل هول ويقولوا لك حكومه مسيحيه. يا عيني عليك. اجى جبران باسيل قال له تعال، قال لك وقف عندك دستورك بنص على المناصفه، خد حقك واعطيني حقي. كيف بده يبلع انا به بره؟ كيف بده يبلع؟ بده يبلع سعد الحريري. بده يبلع سعد الحريري. بده يبلع ولي جنبلاط. ايه بده يبلش عد ويوقف عد سعد الحريري. ولا بده يبلع اول، لانه في عندك عالم غيره قبلانين. لانه بتعرف لانه مسيحيه. ايه طبعا، ما هن بدهم 64 نائب مسيحي مثل الياس حنكش. ايه بدهم 64 نائب مثل سلمان فرنجيه. اطوان زهره. وسلمان فرنجيه. ايه انه شو بدك؟ بيت بري بيمروا ونحن مننفذ، وشو بدكم؟ يلا بنمشي. هم يرضى. لا ما بيمشي الحال، بدهم يتعودوا انه اليوم صار في شريك مسيحي قوي بالبلد، ما بدي اتعدى على حقك ولا بدي اكل لك من حقك، بس انت ممنوع تدقي حقي، بتقرب ايدك على حقي بكسرها. هالقد هني ما تعودوا هيك. هني اليوم شو ليك؟ ما بده رئيس جمهوريه قوي. هيدي فكره انه انت عندك رئيس جمهوريه قوي، فكرك عم يبلعوها؟ ما عم يبلعوها، لانه بده الرئيس بسعر ميشيل سليمان وبكاريزما الياس الهراوي. مضي بمضي نيانا هيك. ايه طبعا. طب ليك قلتي لي انت انه جنرال لانه كان الاول بالشارع المسيحي، فطلق اي نزم يجي رئيس الجمهورية. هلا يعني بالانتخابات الجايه اذا كان سمير جعجع الاول بالشارع المسيحي ما بيحلم فيها ولا لازم كمل سؤالي.
اذا كان سمير جعجع اول بالشارع المسيحي رح تقبل يكون هو رئيس جمهوريه؟ اذا كان هو الاول بالشارع المسيحي ايه، بس اصلا لا لك شيء، اول ما بحياته بيصير الاول بالشارع المسيحي. هو اصلا عنده هالعقل ولا ممكن هو النمبر 2 على طول؟ ولا ممكن يصير الاول بالشارع المسيحي، لانه اللي بده يصير الاول بالشارع المسيحي ويلي بهمه المجتمع المسيحي وامن المجتمع المسيحي ما بيورط المسيحيه، ما بيورط هودي الشباب المسيحيه اللي ورطهم بمجزره الطيونه، شباب مثل قلب النهار ما بعرف شو استفادوا، يعني ما بعرف فيهم شو استفادوا، واحد راح يمكن حكم مؤبد والتاني ما بعرف يمكن ينحكي. لا بلش يظهروا بلش يظهروا. لا بك مثلا قضأنا. طيب هيدول انت وين عم بتجر المجتمع المسيحي؟ اللي بده يحكي بالمجتمع المسيحي وبده يصير الاول بالمجتمع المسيحي بيروح بيجيب حقوق المسيحيه المهدوره. ما بضر المسيحيه. اكزاكتلي ما بيجي انا ببسط لك على حقوق المسيحيين وانا بدي اعمل الاول بالشارع المسيحي، بعدين طالما في شيء اسمه تيار وطني حر، وطالما في شخص اسمه العماد ميشيل عون، وطالما الله يطولنا بعمره، وطالما اليوم في شخص اسمه الوزير جبران باسيل، ما بحياته بيحلم سمير جعجع يصير بالصف الاول ابدا. الله يسترك. لا بطلي بالبطل بالمعلوماتية متر وين شي صوب شر يصير بعد لهونيك وانا قريب عليك انه طرابلس تطلع. طب ليك عملت فيديوز عن الحريري، عن بري، عن سمير جعجع اكيد، عن جنبلاط، هلا مش حاضرهم كلهم صراحة بس انه اكيد عملتيهم. طيب شي مرة عملت فيديو انتقدت فيه الطيار، بغلط الطيار ما بغلط، عندك هيدا يعني انه شي مرة شفت هالنقطة او ما قربتي له ولا مرة؟ ليك كل حدا بيشتغل بيغلط، الوحيد اللي ما بيغلط هو اللي ما بيشتغل، هيدا شي طبيعي. بشوف اوقات في اخطاء عند الطيار اكيد ايه، بس انا منتسبة بهيدا الطيار وبالتالي انا عندي الاطر اللي بتخليني او الوسائل اللي بتخليني داخليا اعبر عن رايي وانتقد. انا اكثر حدا بينتقد داخليا، بس انا ما بسمح لحالي اطلع انتقد على السوشيال ميديا. اليوم اختي معقول ما مغلطه بحياتها؟ مغلطه صح، ما متقدة قدام العالم. بس انا ما بجي باخذ اختي بوقفها بنص الشارع بقول لها انت عملتي هيك انت، لا انا بجيب اختي فوتها على البيت وبحكيها انه انت غلطتي هون وانا مزعوجه منك من هون. انا هيك بفكر، بس انه بطلع بنتقد اكس او ايجريك طبعا، لانه اكس او ايجريك انا معك تواصل مباشر معهم وانا بدي اطلع انتقدهم بهيدي الطريقه. بدي اسالك عن هلا عن الواقع، اذا بدك مش على الواقع كثير يعني، عن صور ما بعرف اذا بتسميهم صور انت او بتسميها ثوره، اللي هي محاوله انقلاب فاشله من هيدا. اول شيء عرضوا عليك مثلا انت تنضمي لهم، دفعوا لك كاش فريش شي مره؟ هلا عن جد انه شيء لا حدا غير، مش ضروري هن يعني، في شيء حزب شي شغله طلب منك تنضمي لهم او شيء؟ لا ما حدا عرف. ما بيمدي بارك بيقولوا لي لا انه في اعلاميين واعلاميات ومقدمين برامج قلبوا انه وقت شافوا الاخضر. شفناه هون يعني قبل كانوا على اساس ثوره ونحن ثوار كبينا احزابنا ورانا واصطحب احزابهم وشلحنا الطائفيه شلحوا الطائفيه كلها ما شو. فجاه هلا صارت انه على عينك يا تاجر، واذا بدك كل عين جقمه انه هن صاروا احزاب. يعني شفنا بالبراد امبارح كل واحد ما عرف انتمائه، المشكله بدنا هالقد ما عرف انتمائه الكل. يعني شوف اسعد رشدان مع الفنانين كلنا بنعرف مين اسعد رشدان وشو انتمائه، حر بانتمائه يعني، بس طبعا. انه ما يقلنا انا ثوره ونشوف اليسا، قلنا انا ثوره ونشوف حقهم بس حقهم يستحقوا انه قوات. انت ليش عينك ضيقه جماعه؟ يعني انت عم تتخيل انه واحد هيك يطلع بالعلن يقول لك انا قوات؟ ما هي لحالها مذمه، فهودي اللي نزلوا وتخبوا انه لا نحن ثوره وكذا، هودي من الطبيعي يستحوا انه القوات. شو هو هن تيار وطني حر؟ نحن كنا ننزل على الطريق لما ننزل نتظاهر، حتى بوقت الثوره نحن كنا عم ننزل، بس كنا عم ننزل على الاماكن المضبوطه. يعني نحن رحنا على بيته لحاكم مصرف لبنان، نحن رحنا تظاهرنا قدام مصرف لبنان، هودي رحنا قدام مكتب وينه، هودي الاماكن اللي انت بتتظاهر قدامهم. مش بروح انا بجيب سوشي وبلاك ليبل وبجيب رقاصه مش ثورتكم انتم، ثورتكم انتم بتزهق، ما في دي جي، ما في اغاني. شو مره رحت على ثوره المزارع من طرابلس؟ مرقتي على سياحة النور، سليت شوي رقصتي لا ما نزلت، لانه ليك لك شيء، اول ما بلشت الثوره كلياتنا انبسطنا صحيح، وقلنا انه الحمد لله الشعب وعي بمطرح، وهذا الشيء كنا من زمان ناطينه انه الناس توعى وتنزل على الطريق. بالعكس حتى فخامة الرئيس شخصيا كان بيعتبر انه هذا الشيء مش عم يدعمه، لقاله عم يدعمه بملفاته، انه اخيرا نزل الشعب يدعمني بمحاربتي للفساد.
واذ اتضح انه هيدي تكملة للاجندات اللي كانوا عم يبلشوا فيها قبل، وكان في ناس ما بننتبه حتى ما كمان نكون يعني منظم في عالم عن جد، في ناس عن جد نزلت لا بس كثير قليل، بس هيدي الناس شربة لما شافت شو كان عم بيصير تحت، هيدي الناس فلت، هيدي الناس ما بقيت بالشارع، لانه هيدي الناس كانت واعيه قالت لك انه شو هي الثوره يلي انا اليوم بدي اطلع سب بس ميشيل هون وجبران بيصير وحزب الله، يعني هودي اللي كانوا السبب. ليك انا مثلا بطرابلس، رح اعطيك اكزامبل بطرابلس اللي هي اكبر قضاء يعني اكثر قضاء عفوا طلع منه وزراء ونواب ورؤساء حكومات، واغنى اغنياء لبنان هن من طرابلس. اوكي عن جد بس هن يعني مش لحقوا طرطوشي هيك. فهيدي المنطقه، هيدا القضاء اللي كان لازم يكون جنه، كان لازم يكون احلى من بيروت، ليش بدك تطلع تسب الرئيس هون؟ ليه بدك تطلع تسب جبران باسيل؟ شو خصه هو بطرابلس؟ روح اطلع سب نوابك، اطلع سب اللي صار لهم 30 و40 و50 سنه هن حاكمين هيدي المنطقه، وهن اللي عم يجوعوك، هن سهرانين تيجوعوك. ميشيل عون بني قصوره على جوعك انت يا ابن طرابلس، هو اللي فقرك لحتى يبني قصر لإله؟ هيدي المشكله، وهودي القصص اللي بيخلوك تطلع بمطرح تقول ما لا، يا اما عن جد في كلمه سر عم تجي للكل، يا اما في ناس ضاربه عفوا على التعبير الغبا بمطرح انه ما في طيب. اكيد يعني ما في كلمه سر، في الغبا بعتقد انا، شو هالتصرفات اليوم ما بقى. ليك مثلا بطرابلس، انا بحكي عن طرابلس لانه انا هي بنت المنطقه، انت برايك ابن طرابلس اليوم بده يقاتل الجيش؟ هذا ابن طرابلس هو بده يطلع يكب حجر على الجيش والله يقوس هالاشياء اللي صارت؟ اكيد لا. ليش مين قال طرابلس ما كل بيت فيها في بقلبها عسكري بالجيش؟ لو ما كان في ناس عم تجي من برا، في ناس عم بيبعتوها ليخربوا، لانه دائما كل شيء ببلش من طرابلس. انت اي شيء بدك تعمله بتبلشه من المنطقه، من المحيط اذا بدك الفقير، لانه هيدي بتكون البيئه الحاضنه صحيح اللي بيحاول. اليوم ابن طرابلس ليش بده ينزل يعمل شغب وبده يقاتل منه؟ صحيح اليوم ابن طرابلس لو طلع زعيم واحد من هودي الزعماء اللي عنده اياها وبناله معمل بهيدي المنطقه، كان شغل فيها 1000 شاب يعني 1000 عائلة. ليه بس لو انعمل هيك، هيدا الشاب الطرابلسي كيف بقى بدهم يشتروه بالانتخابات؟ صحيح. كيف بدهم يجيبوه لحتى ينتخب؟ هن عملوا زعماء على فقر هيدي المنطقه، بقوم بطلع بسب انا شخص ما خصو فيك ماله. سيد حسن مثلا، سيد حسن شو له علاقه بطرابلس؟ حزب الله شو مره انتقدتي؟ حزب الله شو مره انتقدته؟ ممكن بالسياسه الداخليه، ايه ممكن انتقد ببعض الامور طبعا، حربة الفساد بيزعملك بالسياسه الداخليه اكيد انا في عندي كثير نقاط بقدر انتقد عليها، اما بشكل عام لا، لانه كمان حزب الله بمطرح عانى اللي عم بيعانيه التيار الوطني الحر من ظلم ومن كل هودي الامور، لانه ليك حزب الله حزب نظيف ما في شك بهذا الموضوع، عم نحكي يعني منه ما فيني اجي اليوم انا اقول مثله مثل باقي الاحزاب اللي حكمت، ما شو هو كان بهذه لا، بس انه في كمان علامه استفهام انه اذا حزب نظيف ليه بده هالقد يتحالف وهالقد يدافع عن حزب مش نظيف؟ لقلك ليه هلا ما بدي بين، انا ماني بموقع اني دافع عن حزب الله، بس ما ببين عن بري، بس انا كيف بشوفها، يمكن لانه انا شوي لما بفكر بالسياسه بفكر شوي ابعد من موضوع لبنان، يعني شوي استراتيجيا بدك تفكر، بالنهايه انت منك عايش على كوكب لوحدك، بدك تشوف شو عم يصير حواليك. يوم حزب الله في حرب كونيه له، من ال 2000 وجاي صار كتير امور، يعني اذا بدك من تحرير الارض لليوم صار في كتير امور لضرب حزب الله، لضرب بيئة حزب الله. يوم شو أكتر شيء بيضعف الحزب فعليا؟ هو لما بيئته تتركه بتتقسم وبتتفتت، وهيدا الشيء كان عم بينشغل على هيدي البيئة من 2000 وجاي، هي السياسة خارجية عم بينشغل على هيدي البيئة ليقسموها. اليوم حزب الله بيضعف بحالة وحدة لما البيئة تبعيته بتبطل معه، فهو كيف بيفكر؟ هو مش معناته عم بيغطي على الفساد، ولكن طب هو يمكن بيعتبر انه انا محطوط بمطرح بين نارين، ويلي انا انه انا هاي الحرب الكونيه اللي علي، ويلي كمان انا من جوا. ما انت كمان اليوم بمطرح عندك الحرب على سلاح حزب الله، انا كمواطنه لبنانيه انا ضد، اليوم انا ضد انه ينشال سلاح حزب الله، لانه انا جيشي ممنوع يتسلح. طيب ما انا في عدو بيشكل علي خطر على حدودي،
بتيجي تشيل هيدا عنصر القوي اللي هو عامل، اذا بدك عامل معادله رعب بهذا الموضوع، ومخلى انه هيدا العدو على الاقل انا معيشني اخر 15 سنه بامن وامان واستقرار، بتيجي بدك تشله هيدا السلاح. يعني ما كتير بحب انا اذا بدك فوت بالموضوع، بس انه هو بيعتبر حاله بمطرحه محطوط بين نارين. ايه هلأ. بس في وجهه نظر تانية انه خسرنا الخليج وخسرنا شوي من امريكا وخسرنا عم نخسر اوروبا شوي كمان، انه هيدي من الحرب اللي كنا عم نقول عنه. صحيح هيدي الحرب اللي عليه، بس ما كمان هو راح تدخل بسوريا، راح تدخل باليمن. وين تدخل باليمن؟ انا لليوم ما بشوف غير انه بيقولوا تدخل باليمن، بس فعليا على ارض الواقع انا ما شفت شيء ملموس بيقول تدخل باليمن. بتقلي بسوريا ايه، وانا مع انه يتدخل بسوريا، لانه سوريا اليوم انتبه، نحن بنعرف لما سوريا بتكون بخير نحن بخير، واللي بيشوف شو كان المخطط باللي صار بسوريا وبيشوف انه لبنان كان من ضمن هيدي الخريطه، ايه لا حزب الله عمل خطوه استباقيه وطلع على سوريا وقاتل الارهاب فوق، والا لولا عمل هيدي الخطوه. بس شغلته هو هيدا الارهاب بحلب. ايه طبعا هيدول كان جايين لعندك بحلب، هيدول كان يجي تيجي لعندي بدهم يبرموا. لا مش انت الدنيا كلها بده يوصل. انا بفهم بالقصير مثلا، بفهم هون على الحدود اللبنانيه اللي كان لها اذا بدي كان لهم فضل كتير كبير، وقفوا التفجيرات ووقفوا الدنيا. نتذكر يعني هالمده قديش كان يصير تفجيرات، بس انه بحلب انه ليه بدهم وين جيش سوري يروحوا يحاربوا بحلب. انت عم لك شيء، بتعرف شو الارقام الارهابيين اللي كانوا عم يقاتلوا بسوريا قديش ارقام كانت كبيره؟ كان في 80 دوله عم تقاتل بسوريا. شفنا تقرير بموضوع حزب الله وطلعت فكروني ضدهم انا، بس انه لازم اسال طبعا. بس بموضوع طلعت حزب الله على سوريا، بالعكس هيدي كانت مفيده للبنان. اما بتيجي بتقلي باليمن فرجيني، بس فرجيني هلا شيء ملموس انه حزب الله كان باليمن. في شو هذا؟ في لك شيء؟ لا مش صحيح. بدي لك شيء، اليمن بحاجه لحزب الله. في تدريب صار باليمن. لحظه، اليمن بحاجه لحزب الله يطلع يدربهم ولا يقاتل معهم. يا عم اليمن صاروا عم بيصنعوا هن اسلحه وصواريخ، اليمن بده حزب الله يطلع يدافع عنهم بيتعاطف معهم، شيء طبيعي. انت بالنهايه انت يعني في ظلم بمحل، في حرب، في ظلم، في ناس عم بتموت من الجوع، في مجاعة، في ناس محاصرين. أنا بتعاطف، مش لأنه اليمن أي بلد هلأ يكون في هيدا الظلم يلي عم بيصير بدي أطلع أتعاطف معه. تعاطف من وجهة نظرك أنت. طبعا أكيد في، لا في ظلم، في ظلم بمطرح، في ولاد عم بتموت من الجوع أكيد، في ولاد عم، في حدا إجا عامل حرب عليك، أنا بدي أتعاطف. بس بغض النظر ورغم هيك انا بقول يا خي ما لي عليها. بس لحد اليوم انا ما بسمع غير بيطلع بيقولوا باليمن وبسوريا. لليوم انا ما شفت فعليا شيء ملموس بيقول انه حزب الله كان باليمن. بس نشوف ساعتها بنرجع نحكي. قبل ما فوت على الانتخابات هيك على السريع، بدي اسالك، انتو الطيار عايشين دولاركم 1005 بعد وعايشين هيك بنعيم او مش موترين؟ كيف عايشين؟ أنا بسمع أخبار إنه الطيار دولارهم بعده 1005 ومش حاسين شو عم بعين الشعب، ما بعرف شو. خبرينا شوي هون. ليك ليش مين جمهور الطيار؟ جايين من زحل يعني؟ جمهور الطيار مثله مثل الهواوي. الهواوي. عرفت؟ لا حتى جمهور الطيار بيشوف إنه مش كل شيء أبيض لبرج. لا عليك على جد. جمهور الطيار هو مثله طبعًا، هو بالنهاية مثله مثل الشعب، الدولار عنده كمان 24,000 والكهرباء بتنقطع عنده مثل ما بتنقطع عند الكل، وعايش حياته في يأس عند الناس عند الكل. وفي ناس لأنه هذا الوضع الاقتصادي اللي نحن فيه منه طبيعي، يعني ما تقلي اليوم ما في حدا حتى اللي معه مصاري شارب بهالبلد يأسان، لأنه اللي معه مصاري انحجزت مصرياته بالبنك وطارت مصرياته، وفي دواء مش عم نلاقيه، وفي بنزين مش عم نقدر. يعني اليوم حتى اللي معه مصاري صار بيعمل حساب بيقول لك انا هلا اذا بدي اطلع مثلا على الشمال العمى بدي تكلفني الطلعه صارت كبنزين. فقال العوني الدولار عنده كمان نفس الشيء 24,000 وعايش نفس الازمه وكل هول الاخبار. من المؤسف انه ايه بيطلع بيقولوا لك بيفكروا انه اليوم العونيه انه الدولار بعده عندهم على 1005. شغلة تانية أنا بدي أقولها، وهيدي بتوجه فيها إذا بدك حتى لجمهور الطيار يلي بمطرح، توجه بيلهم الكاميرا يلا لجمهور الطيار يلي بمطرح عم بيكون
يقسان وهذا حقه من الوضع الاقتصادي. انا بس بدي اسال، انتوا وين تعرفتوا على ميشيل عون؟ انتوا تعرفتوا على ميشيل عون كافيار وسيجار هون؟ انتوا تعرفتوا على ميشيل عون لابس البدله العسكريه والبوت وحرب وقتال وعم بيقاتل ويحارب لحريه وسياده واستقلال ولبناء لبنان دولة القانون ودولة المؤسسات اللي كلنا بنحلم فيها؟ نحن هون تعرفنا على ميشيل عون، وبيوم من الايام بيقول هيدا الانسان انا مش عازمكم على لقمه طيبه. فكان عارف حاله وين رايح. انا بشوف انه اللي عم نقطع فيه اليوم هو كتير قليل على اللي كان لازم يصير لحتى نوصل للبنان اللي نحن عم نقاتل كرماله. فاليأس ممنوع، انه نكون انهزاميين ممنوع، لانه نحن قاتلنا لنوصل لهي اللحظة. بعد اللي وصلنا له ممنوع نرجع لورا. يا منكفي ومنصبر وشوية صبر لنوصل للي نحن بنحلم فيه، يا اما اللي بيحس حاله انه هو انا يا خي ما بقى قادر كفي، بيكون هو هيدي اختار هيدي الطريق. لانه مثل ما قلت قبل شوي، الجنرال قال بيوم الايام مش عايزمكن على لقمة طيبة. انا حبيت شرب اقول هيدي، لانه بالنهاية انا كتير بلتقى بالناس على الطريق، بشوف في ناس، وانا وحده من الاشخاص يعني مش عارفه، انا وحده من الناس اللي اوقات فوق في مكعبه على الاخر ويأساني، لانه الوضع ما هو طبيعي. بس انا بتطلع بشاني، مش نحن اللي كنا عم نقاتل وقلنا بدنا لبنان اللي نحن بنحلم فيه. انت كنت متوقع، في حدا يا عمي كان متوقع انه نحن نوصل للبنان اللي بدنا اياه من دون ما نمرق بهي الازمه؟ والله قليل اللي عم نمرق فيه. على اللي صار بلبنان هو 30 سنه، انا كنت متوقعه بعد نهار اكثر من هيك. رح نطلع منه؟ جد رح نطلع. انا عندي كامل الثقه رح نطلع منها منتصرين، رح نطلع من الازمه منين ما في ازمه ما بتطلع اكيد منها. بس انا بقول لك اكيد هلا هالفتره تيك، انت اليوم شئنا ابينا في حصار علينا. اليوم من هون للانتخابات ما بعتقد الوضع رح يكون افضل، لا بل اسوء. رح يجربوا قد ما فيهم بدهم يخنقوك. وقلت لك قبل شوي بيكون بيتنا بالقلعه اذا بضل الدولار هلا، بده يطلع الدولار اكيد، وبدهم يخنقوك وبدهم بعد يحاصروك اكثر لتوصل لوقت تستسلم. انت اليوم شاربل بجو منطقه نصها رايح على التطبيع، نصها طبع بالعلني، والنص الثاني مطبع تحت الطاوله. صح. شو بدك؟ بيجي بقول لهم انا اليوم لحد لانه بدي اكل، يا خيي تعال دخيلك عمل لي سلام مع اسرائيل. هذا المطلوب نظريا، انه ليش ما بنمشي فيها وبنخلص بقى وبنعيش حياتنا؟ لا ابد اكيد ما مثل كل هالعالم. ليك اليوم بتعرف في اربع امضاءات اذا بيمضيهم رئيس الجمهورية بيرجع الدولار مش 1005، بيرجع 500 ليرة. يلا يلا نطلع نقع ليه إذا هيك؟ أنت بتقبل إنه يتوطنوا الفلسطينيين؟ هلا أنا أخذت الدور. أكيد لا. أنت بتقبل يبقوا النازحين السوريين؟ أكيد لا. أنت بتقبل تتنازل عن ترسيم حدودك؟ أكيد لا. أنت بتقبل تتنازل عن النفط؟ حاسك رح تنهي الحلقة. لا عن جد، هودي إذا بنقبل فيهم وإذا بيقبل فيهم الرئيس هون، قلت لك بيرجع بيمشي الحال، ما معروفة عرفت. فهون هيدا هيدي إذا بدك المشكلة، هيدا الشيء اللي عم بيوصلنا لمطرح إنه إيه عم بيخنقوك، عم بيخنقوك لتوصل لوقت تستسلم. وحده الإنسان الوطني واللي بيحب بلده بيصبر بهيدي المرحلة لنوصل للبنان اللي نحن بدنا إياه. آخر شيء بدي أحكي انتخابات. بعرف أنت منك كنت عامل إحصاءات وهالأخبار، بس إنه بجو هالبلد. شو توقعاتك للتيار؟ رح يتراجع، متراجع، دم تراجع شعبيا؟ هل متراجع شعبيا؟ لانه في عالم بيقولوا مش متراجع شعبيا، واللي متراجعون غيره كمان متراجع مثله يعني. فعليا كل الاحزاب اذا بدك متراجع. هيدي مظبوطه او بس عم نحكيها كرمال انه نطمن العالم؟ لا فعليا كل الاحزاب متراجع، كل الاحزاب. بس انه قديش انه مثلا حزب سامي بعده يتراجع اكثر من ثلاثه؟ وين بده يروح؟ شو متراجع يعني؟ حتى هو حيبطل. لا ليك اللي هون لقلك شو، على سيره عندك الكتائب والقوات، ما هن شو عملوا؟ عملوا فتحوا فرع ثاني يعني. اللي تراجع ما حطوا مجتمع بدل عندك نحو الوطن وكل الاراده اللي شو مين فلوا من هون فتحوا هون. ايه طبعا فتحوا فرع ثاني. كل الاحزاب بمطرح تراجعت، الناس واعية والناس شافت مين اللي كان عم يشتغل عن جد للبلد ومين اللي خرب ومين اللي دمر بمطرح. انا ما بوثق بهودي قصص الاحصاءات وشركات الاحصاءات وغيره. انا بقول لك شغله، اللي بيحدد هذا الموضوع الصناديق. صحيح. وانا كلني ثقه وايمان انه اذا الله راد وبصناديق نحن راجعين اقوى من قبل.
انا هيدا تقديري لالي. ويمكن ببني هيدي النظريه على قصص انا شفتها، ما يعني ما بحب كثير احكي عنها، بس على قصص انا شفتها على ارض الواقع عند شبابنا وعند الناس، عند بعض الاشخاص اذا بدك اللي كانوا زعلانين بمطرح. الثوره فادتنا، ما على فكره ما كانت ضد بي. لا اقول لك ليه، يعني الثوره باللي عملته والهجوم اللي عملوه بس على التيار الوطني الحار، بتعرف قديش كان في ناس زعلانه من التيار رجعت؟ طمنوا، هو الثوره فادت، بس هي المشكله الاقتصاديه اللي ما فادت. طبعا الثوره كثوره فادتنا. هلا بتقول لي بكره بالانتخابات هيدي الصناديق بتقرر، بس لنقول ليه هل يعقل التيار الوطني الحر تراجع 150 الف صوت والقوات تقدموا 150 الف صوت مثلا؟ عم نحكي اكيد لا. لو حتى كنا متراجعين بنبقى الاوائل بالشارع، بس حيفا يطمن اللي مشغول بينه. خلص طمنوا. لكن مايا ما بينشبع منك، بعد في كتير اسئله، بس بالنهايه الوقت محدود بتعرفي، اكيد رح نعمل لقاءات تانية. ثانك يو، عن جد ثانك يو، واجين ما بينشبع منك. وشوفكن حلقة الجاي جمعة الجاي مع ضيف جديد، ما بعرف من هو لوقتها، بعرف من هو، بس مش عالكم مش حتكون سياسة by the way. باي. ثانك يو مايا. ثانك يو.